السلام عليكم خوتي، تحياتي كل أبناء وطني الغالي من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، بلا ما ننسى خوتنا اللي في الغربة. موضوع اليوم خبر ممتاز، خبر إن شاء الله يصدق، من صحيفة إنجليزية معروفة. هذا وش يذكرنا الخبر؟ هذا يذكرنا بواحد المقولة شهيرة للأسطورة اللي كان يقول ماندي تشوفوا كابيتان في ليكيب ناسيونال، هاي ما كاش منها هذه. ماندي كابيتان في ليكيب ناسيونال، وش بيكم؟ وش بيكم؟ ماندي كابيتان في ليكيب ناسيونال. المهم يا أسطورة. ذا ميرور، نعاودها لك. ذا ميرور. جريدة إنجليزية، والله صحيفة إنجليزية من أكبر الصحف الإنجليزية. هي ذا سان، ذا ديلي ميل، ذا تيليغراف. هذه من الصحف الإنجليزية الكبيرة وعندها المصداقية، أنا نركز على المصداقية. واش تقول يا سيدي؟ ذا ميرور، ذا ميرور تقول يا أسطورة أن ليفربول مهتم بمدافع ريال بيتيس وتحت الرادار الريدز. الريدز هو ليفربول، يعني عيسى ماندي تحت الأنظار فريق ليفربول. نعم، هذا اللي ما يسهلش يلعب في المنتخب الوطني، وكبير عليه المنتخب الوطني عيسى ماندي لانه ما عندوش مستوى حسب كلام الاسطوره. دائما هنا يتكلموا، احنا ترجمناها شوي بالفرنسيه الشيء لي روج، يعني اللي يهضروا على ليفربول مهتمين بمدافع ريال بيتيس عيسى ماندي. ليفربول يعني بوري رومبلاسي لو ديفونسور دو ريال بيتيس عيسى ماندي، باش يشريو عيسى ماندي. افيرمي يعني الخبر هذا اكدته استوديو ديبورتيفو، استوديو ديبورتيفو صحيفه اسبانيه ايضا معروفه، نهضروا وتابع للاندلس، يعني شويه تهتم بالاخبار الاندلس سواء ريال بيتيس او اشبيليا. الدولي الجزائري اللي معروف انا باللي راهو في العام الاخر نتاع الكونترا تاعو في النادي الاسباني، راح باش يجدد سيني كونترا جديده باش يجدد العقد نتاعو. صحيفه استوديو ديبورتيفو اللي تكلمت عليها اللي راهو لحد الساعه ما جددش العقد نتاعو، وتتكلم ايضا على ليفربول ونيوكاسل. نيوكاسل سمعنا عليها من سابقا بعد ظهور الملاك الجدد السعوديين، بدات يعني حابه تشتري لاعبين كبار، يعني لاعبين عندهم مستوى باش تقوي الفريق نتاعها. هذه نيوكاسل سمعناها من بكري، لكن الجديد هو ليفربول. فريق ليفربول بطل الدوري الانجليزي ودوري ابطال اوروبا الموسم اللي فات. عيسى ماندي اللي بدا يلعب من 2016 في نادي بيتيس، اللي عنده 28 سنه، حابين يعني يتعاقدوا معاه. هنا يذكروا المبلغ، يعني الماندي بوري ديسبونيبل 10 مليون استرلينج، استرلين يعني 10 مليون جنيه استرليني. وحابه بيتيس ترومبلاسيه بجوار اخر. الشيء الاخر، معلومه هذه، انه المدافع اللي جاور فان دايك نوعا ما عنده مشكله ليفربول. المدافع اللي بحذا فان دايك ثقيل، مهم حتى فان دايك ثقيل رغم انه طويل القامه ويعرف يغطي المنطقه تاعو، لكن لازمو واحد خفيف وواحد اللي يخرج الكره، يعرف يلعب كره القدم. عيسى ماندي من بين المدافعين القلائل اللي في اوروبا اللي يلعبوا كره قدم ويعطي تمريرات صحيحه، مدافع بتمريرات صحيحه، يعطي كرات صحيحه والتمريرات نتاعو يعني دقيقه، ويعرف يخرج الكرة من الدفاع إلى وسط الميدان إلى الهجوم، من بين المدافعين القلائل اللي يلعبوا كرة قدم بالقدم، يخرج الكرة صحيحة في الأرض. عندهم مشكلة مع لوفران، عندهم مشكلة ليفربول مع ماتيب، حابين يشروا مدافع اللي يلعب كرة قدم. شافوا المواصفات تتطابق مع عيسى ماندي، بحثوا، ممكن ما يتعاقدوش معاه، لكن احنا وش يهمنا؟ الخبر من الصحيفة ذات المصداقية المعروفة ذا ميرور. احنا نعرفوا ميرور من بين الصحف اللي تكلمت عليهم، هي وذا ديلي ميل والتليغراف
وذا سان، هذم يعني الصحف الإنجليزية المعروفة باش تكلم عليك ذا ميرر وتدير عليك تقرير وتقول باللي ليفربول مهتمة بيك. هنا كاين كلام آخر، شيء مؤكد انه عيسى ماندي ما راحش يبقى في بيتيس، راح يكون العام هذا نتاعو الموسم هذا نتاعو الاخر، وراح يروح في احتمال كبير جدا دوري الانجليزي، اما نيوكاسل اما ليفربول واما ايضا مان سيتي. نعرف مان سيتي ايضا عندها مشاكل كبيره جدا 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 في الدفاع، عندها مشاكل كثيره، واهداف اللي تلقاتها سيتي مشاكل دفاعيه واخطاء دفاعيه من لا ديفونس نتاع السيتي ضعيفه 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 لاقصى حد. سبب عدم حصولها على الدوري الانجليزي المره هذه الفلسفه الزايده تاع المدرب نتاعهم غوارديولا شي معروف، وايضا المدافعين نتاعها لاخطاء تقنيه من المدافعين تاع مان سيتي. اذا عيسى ماندي مرشح للانتقال الى ثلاث انديه انجليزيه معروفه، مهما يكون حتى نيوكاسل فريق عريق فريق معروف، نيوكاسل ليفربول مان سيتي. بصح يا اسطوره لما عيسى ماندي يروح يكون عندنا كلام اخر في فيديو قوي، فيديو سبيسيال سبيسيفيك، فيديو سبيسيفيك على عيسى ماندي ان شاء الله لما يروح. اذا في الاخير نتمناه كل التوفيق لعيسى ماندي، ونتمناه له نشوفه في فريق كبير ومزيد من العطاءات. في الاخير خوتي ملاقاتنا مع مزيد من الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.